خبرتك ريا بنوتتنا شو سألوها اليوم بالمدرسة؟ لا ما خبرتني شيء. شو سألوكم بالمدرسة بابا؟ كانوا عم بيسألونا شو بدنا نعمل اختصاص بس نكبر. وانت شو قلتي له لما تكبري بدك تتخصصي؟ قلت له انه عبالي اعمل طبيبة. شو؟ قلتي له لما تكبري بدك تعملي طبيبة؟ ايه انا عم بسمع منيح شو عم تقولي انت؟ بدي اعمل طبيبة. يا مامي نحن بدنا اياك تتخصصي اختصاص له معنى بايامنا هيدي. ما فهمت مامي. مثلا الطبيبة كم فولور رح يكون عندك؟ ان كان على الانستغرام او على الفيسبوك او حتى على التويتر، كم واحد بده يلحقك؟ ايه بس انا كثير عبالي اعمل طب، لانه الطبيب انه بخلص حياة ناس وانه بيشفي الامراض، عن جد انه شيء كثير حلو. ولك انت بدك تجرسينا قدام العالم؟ انا وامك اهم بلوجرز بالبلد كله. امك عندها 315,000 فولور ومحسوبك بيي 400,000 فولور، وانت بدك تعملي طبيبه. ايه مثل رفيقكم دكتور زياد طبيبنا. لا 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 نسيلي ايه، دكتور زياد ما انه رفيقنا اصلا. دكتور زياد دكتور اوكي واحو هيدا فيسبوك قد ايه عنده بعد ما صاروا 2000؟ 2000 شو لهم عازي، واكيد اللي عنده 2000 يعني ما عنده لا انستغرام ولا تويتر صح؟ صح. ايه شو لهم عازي ما معقول، شو لهم عازي يا حقيقتي. طيب شو بتكوني اتخصص؟ انا بحلم انا بحلم مامي، انا شايفتك اصلا شايفتك اهم بلوجر، يعني عندك ملايين لاحقينك، ملايين كلهم لاحقينك مامي، شو ما عملتي رح يعملوا مثلك. ولك اذا لبستي احمر رح يلبسوا احمر، واذا جربتي رح يجربوا. بابا يمكن بكره يبعتوا وراكي تعملي لهم دعايات للشركات والمطاعم تبعيتهم وتنزليهم على صفحتك ويتابعوك لكل الناس. مامي اذا متضايقه انت وما بدك تكوني بلوجر، ما بتحبي هالشغله، فيكي تعملي يوتيوبر انستغرامر، نقي عندك كذا خيار. يلا بابا على غرفتك، فكري لي بفكره هيك عميقه، فكره تكون واو مثل بليز وعصريه منيح ونزليها على ستوري عندك. يلا بابا. لا بليز لا بليز لا بليز لا قولوا لي. اوكي يلا. تقبرني رأيت حطعت لي قلبي، قلتك قسينا علي شوي. ما عليه قسينا علي خربان مصلحتها. ماشي يوم تفكرت تعمل محاميه شو بعرف. لا 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 محاميه لا 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 بنت شقره، ما شقره بيلبق لها الالوان، لا ما في شيء بالاسود ولا لايك بيجيها ولا لايك ولا لايك اذا لابسه هيدا الروب. لا لا مش محاميه، لا مش محاميه. ثانك يو حبيبي.